الآن شوفوا الفرق. لو جينا من الأمام من هنا من جهته الأمامية، طبعا هذه الجهة هي اللي تكون نازلة ومتجهة إلى سطح الأرض، ويكون بسرعة عالية جدا. شايفينه؟ حتى لو جينا من تحت من هنا هذا شكله بالكامل، لكن شوفوا من الخلف كيف يصير، يصير مشطوف بهالشكل هذا. شفتوا؟ ما فيه أي شيء، لكن هنا نشوف في شطب مع جهته هذه الخلفية حتى هنا، وهذا ما يجعله سريع جدا لوصوله إلى سطح الأرض. طبعا اتجاهه إلى الربع الخالي هذا، شوفوا الفتحات اللي هنا، في فتحات هنا حتى الأسفل، يعني مع جوانبه مخروق خرق، فهذا يميزه أنه يبتعد عن المدينة وينزل إلى أماكن